خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد على خطورة تلك التداعيات ويطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق. مصر والسعودية تدعوان لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية من أجل مناقشة الأوضاع في السودان. قداسة البابا توادروس الثاني يترأس صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. أخبار سابعة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب الرئيس السيسي عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان إثر الاشتباكات الدائرة هناك، مؤكدا خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق. من جانبه أكد سكرتير عام الأمم المتحدة حرصه على التواصل مع الرئيس السيسي في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة ما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان، داعيا كافة الأطراف السودانية لوقف الأعمال العدائية. قالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها أنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم من السودان. وقد أشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية. هذا وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية في السودان. دعت كل من مصر والسعودية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان الشقيق. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أقرب وقت. أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم بالسودان مؤقتا، وذلك اعتبارا من السبت ولمدة 72 ساعة. أوضحت الشركة في بيان أن ذلك يأتي لوجود اضطرابات في الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، ويستمر وقف الرحلات لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان. كما أضاف البيان أن مصر للطيران تناشد عملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر. كان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أكد أمس أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك، وأنها سعت للسيطرة سريعا على مقر للجيش ومناطق حيوية، وقامت بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات، وأنه لم يكن هناك خيار للقوات المسلحة سوى التصدي لهذه التحركات ومحاولات الاستيلاء على السلطة. إلى ذلك لفت البرهان إلى أن الجيش يدير العمليات ضد قوات الدعم السريع بصبر لمنع وقوع أي خسائر بشرية قدر الإمكان، مشددا على أن الجيش لديه قوات كافية وإرادة صلبة لاستعادة الأمن والاستقرار سريعا في البلاد. ميدانيا لقي ما لا يقل عن 56 شخصا حتفهم، وأصيب المئات في اشتباكات متواصلة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة الأطباء المركزية بالسودان أن حصيلة قتل الاشتباكات ارتفعت إلى 56 قتيلا ونحو 600 مصاب في المواجهات المستمرة منذ أمس بين الجانبين. وقالت إنها سجلت وفيات في مطار الخرطوم وفي مدينة أم درمان القريبة، وأيضا في مدن نيالا والأبيض
والفاشر غربي الخرطوم. يأتي اندلاع النزاع المسلح بينما يشهد السودان انسدادا سياسيا، حيث تم تأجيل التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه. إلى القاهرة مجددا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات في تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن. جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس السيسي أمس مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة، بما يحقق أهداف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي طالما عانى منها المواطنون خاصة في المدن والأحياء الرئيسية، وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئة الهندسية في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء، وكذا استعراض الموقف الإنشائي والهندسي للمشروعات في المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري والاشتراطات البيئية، منوها إلى أن العمل الحثيث والدؤوب في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يهدف لتأسيس واقع مصري جديد يمتاز بارتفاع جودة الحياة وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. أرسل الرئيس السيسي إلى قداسة البابا تواضروس وإلى إقباط مصر أصدق التهانئ وأطيب التمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم بكل الخير والبركات، مشيرا إلى أن تلاقي أعياد جموع المصريين مسلمين وأقباط هذا العام على أرض مصر مهد الديانات السماوية لهو مناسبة طيبة للتمسك بالمبادئ الدينية النبيلة والقيم الإنسانية السامية. كما أرسل الرئيس السيسي ببرقيات مماثلة إلى أقباط مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق. هنأ البابا تواضروس بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الكنائس في مختلف دول العالم بعيد القيامة المجيد، حيث أكد في كلمته أن تعليم السيد المسيح جاءت لتنير الطريق أمام البشرية ومنحهم الحب وتسامح وقبول الآخر. أفراح والقيامة كحدث في حياة الإنسان هو حدث يومي، فنحن يوميا نقوم في الصباح لممارسة أعمالنا ومسؤوليتنا. والقيامة تمنح الإنسان، قيامة السيد المسيح تمنح الإنسان عطايا كثيرة، تمنحه الأمل
والرجاء والقوة، وتمنحه أيضا العين الإيجابية للحياة. مع دقات أجراس الكنيسة وتعالي أصوات الترانيم التي ملأت القلوب، بدأ الاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط حضور كبير من كبار رجال الدولة والسفراء والدبلوماسيين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح به. يا رب تخلصنا، يا رب تسهل طرقنا. الله الرب أضاء علينا. تضمن الاحتفال بالعيد صلوات ورسالات حب للسيد المسيح وكلمات عظة للجمهور، مؤكدين أن الأعياد والمناسبات الدينية هي ترجمة لوحدة وتلاحم أبناء الوطن الواحد. مصر كلها الحقيقة يعني بتقول أن مصر بخير، نسيج واحد، كل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. رمضان الكريم، عيد القيامة المجيد، عيد الفطر المبارك، كلها يعني أيام بتعبر عن يعني لحمة الوطن والمصريين مع القيادة السياسية. كل سنة ومصر كلها بخير، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. إن المسيح رسالة فرح لتكن فرحا في كل حين، يعني لا أراك إلا فرحا. ربنا عايز يشوف الإنسان في حالة فرح دائم، افرحوا كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فالفرح ده مرتبط بالسلام الداخلي. لو أنا ما عنديش سلام مش هقدر أفرح، لو أنا مش بحب أخويا مش هقدر أفرح، لو أنا عندي عداوة في قلبي وشايل من حد مش هقدر أفرح. ياما فرحة بتتخطى المواقف. بنقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين بأعياد الربيع وعيد القيامة وشم النسيم. المسيح قام، بالحقيقة قام. يعد عيد القيامة المجيد آخر أيام أسبوع الآلام الذي بدأ بأحد السعف واستقبال السيد المسيح في القدس، ويليه 6 أيام من أيام الصبخة والصبر، وخميس العهد في العشاء الأخير، وسبت النور. يأتي الاحتفال بعيد القيامة المجيد متزامنا مع شهر رمضان المبارك ليؤكد على قوة الروابط الأخوية التي تجمع أبناء هذا الوطن الواحد. من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، محمد الخطيب، النيل. احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بعيد القيامة المجيد برئاسة الدكتور القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر. حضر الاحتفالية لفيف من قادة الكنيسة والمسؤولين والشخصيات العامة. احتفالنا بعيد القيامة المجيد تزينت وتجملت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة التي استقبلت شعبها وكبار الزوار والشخصيات العامة، وضوت في أرجائها الصلوات والترانيم والموسيقى الروحية لتحتفل الطائفة الإنجيلية بقيامة السيد المسيح في أجواء من البهجة والألفة. النهاردة بنشوف أن مصر كلها بتحتفل، ولما تتعانق الأديان معا وتتعانق الأعياد معا احنا بنشوف ان مصر في وحدة واحدة، وهذه هي اللحمة الوطنية للجسد الواحد، بلادنا المصرية. اولا يعني سعيدة جدا ان اكون موجودة النهاردة مع الطائفة الإنجيلية وبنحتفل مع بعضنا بعيد القيامة المجيد، وايام مباركة علينا جميعا مسلمين ومسيحيين من كل الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية والقضائية، وكل مصر كلها جت تحتفل تقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وبنذكر بعضنا برسالة الأنبياء، وحتى لو الأنبياء رحلوا بيتركوا فينا رسالة الخدمة ورسالة الحب والعطاء. جمع من الحضور من مختلف الفئات ورجال الدولة ورجال الدين الإسلامية قدموا التهنئة بالعيد في مشهد عكس اللحمة والألفة والنسيج الواحد بين المصريين. نحن جئنا اليوم إلى الكنيسة الإنجيلية، وكما قال سعد الدكتور القس أندريا زكي أن عيد القيامة هي قيامة للتعاون، وقيامة للبر، وقيامة للصلة والنفع للإنسانية كلها. أنا بقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة وعيد الفطر. كل سنة ومصر كلها طيبة يا رب.
احنا متعودين كل سنة بنحضر معاهم القداس وبنعيد معاهم، ودي عادة احنا متعودين عليها من زمان، ودي بناء على المحبة والأخوة بين المسلمين والمسيحيين، وان احنا بنبقى سعداء جدا واحنا معاهم في اليوم ده، هم كمان بيبقوا سعداء بينا جدا. وكل سنة وكل مصر وشعبها طيب وبخير يا رب. وفي نهاية الاحتفالية وجه القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر لكل الحضور من المهنئين، وألقى كورال الكنيسة المعزوفات الدينية التي تحمل الأمنيات والدعوات لحفظ بلادنا من كل سوء. طقوسنا كنسية مبهجة انطلقت من هنا من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة احتفاءنا بعيد القيامة المجيد، فمن الصلوات والموسيقى الروحية والترانيم لترتفع من هنا الدعوات لحفظ بلادنا وتبعث برسالة محبة وسلام من هنا إلى كافة أرجاء العالم. من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، أحمد سعد الدين، النيل. رحبت مصر بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. يأتي هذا في حين تبادل الطرفان دفعة ثانية من الأسرى، حيث نقلت طائرتان من مطار أبها في جنوب المملكة 237 أسيرا من الحوثيين إلى صنعاء، كما نقلت طائرة من صنعاء إلى الرياض 16 سعوديا وثلاثة سودانيين. وسيرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 3 رحلات بين المخا وصنعاء، نقلت 100 سجين من الحوثيين. خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف إسرائيل من إيجابي إلى مستقر، بينما تواصلت للأسبوع 15 على التوالي التظاهرات الرافضة لمشروع نتنياهو للإصلاح القضائي. ها هي التداعيات الاقتصادية لإصرار حكومة بنيامين نتنياهو على مشروع الإصلاح القضائي المزعوم. وكالة تصنيف الائتماني موديز قررت خفض تصنيف الائتماني لإسرائيل الائتماني من إيجابي إلى مستقر مع إبقائه عند مستوى A1. رغم ذلك ورغم الاضطرابات التي لا تهدأ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية السبت أن الاقتصاد قوي وأن المخاوف التي أثارتها موديز طبيعية. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بيتسل إيل سوموتريتش في بيان مشترك إنه لن يكون هناك ضرر على الديمقراطية الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي. غير أنه على مرمى حجر من مقر الحكومة تجددت وللأسبوع 15 على التوالي الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومة اليمين المتطرف ومخطط إصلاح نظام القضاء الذي ترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أنه يقود المحكمة العليا. وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، حيث نظمت المظاهرة المركزية في شارع كبلان وفي نتانيا. دفعت الشرطة بقوات معززة لمنع اشتباكات بين المناهضين للحكومة وأغلبهم من اليسار والمؤيدين لها من تيار اليمين المتطرف. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية غلق العديد من الشوارع أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها تصنيف إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاء، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا وتقويضا لمنظومة القضاء. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيلقي خطابا يتسم بمنطق التهدئة بعد أن وقع قانون التقاعد الجديد ونشره في الجريدة الرسمية. في المقابل تعهدت النقابات العمالية بمواصلة الاحتجاجات الرافضة للقانون. خطاب منتظر بالتهدئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد في الجريدة الرسمية، فيما تتمسك نقابات العمالية بموقفها الرافض للقانون. الحكومة تعتبر إقرار القانون انتصارا لها، لكن الإليزي نوه لخطاب مرتقب من الرئيس ماكرون إلى الفرنسيين للنظر فيما تم إحرازه
إلى جانب المعاشات التقاعدية من انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين. وبعد إصلاح نظام التقاعد تقول رئيسة الحكومة إليزابيث بورن إن الحكومة ستمضي قدما في مزيد من الإصلاحات. في المقابل اعتبر قادة النقابات العمالية إصدار نص القانون بسرعة إزدراء للعمال، وتعهدوا بما وصفوها بمضايقات ديمقراطية من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. كما أكدت النقابات وحدة موقفها ضد قانون إصلاح نظام التقاعد منذ 3 أشهر وأن الأمر لم ينتهي بعد، متعهدة بعيد عمال حاسم، في إشارة إلى دعوتها لتعبئة العمال للتظاهر ضد القانون، فيما أعلن نواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة سكان، لكن المعارضين يرون أنه غير عادل لا سيما بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة. نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية سيطروا على منطقتين أخرتين في مدينة بخموت الأوكرانية. من جهته قال الجيش الأوكراني إن قواته تخوض معارك غير مسبوقة مع القوات الروسية وأنها لا تزال صامدة. ما زالت معركة بخموت هي العنوان الأبرز للتطورات الميدانية في حرب أوكرانيا، حيث أعلن الجيش الروسي أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية للمدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا، والتي تقدمت فيها القوات الروسية ببطء حتى سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة. وزارة دفاع روسية ذكرت أن وحدات فاغنر الهجومية تقدمت بنجاح واستولت على منطقتين واقعتين على المشارف الشمالية والجنوبية لبخموت، وأن القوات الأوكرانية تراجعت ودمرت عمدا البنى التحتية والمباني السكنية من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية. كانت موسكو أعلنت قبل يومين أنها حاصرت القوات الأوكرانية في بخموت ومنعت دخول أي تعزيزات، مشيرة إلى أن المدينة على وشك السقوط، بينما تؤكد كييف استمرار الإمدادات للجنود الأوكرانيين في المدينة وإلحاق خسائر فادحة بالروس. وفي إقليم دونيسك أفاد المتحدث باسم وزارة دفاع روسية بأن القوات الروسية قضت على أكثر من 315 جنديا أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث سيارات ومدافع من أنواع مختلفة. وفي سلوفيانسك شرقي أوكرانيا أعلنت القوات الأوكرانية سقوط عدد من الضحايا المدنيين جراء قصف روسي على مبنى سكني، وأشارت كييف إلى أن المدينة تم استهدافها بسبع صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز S-300، ملحقة أضرارا بخمسة مباني وخمسة منازل ومدرسة ومبنى إداري. وفي خرسون جنوبي أوكرانيا قالت كييف إن قصفا مدفعيا روسيا أصاب منطقة قريبة من مؤسسة تعليمية وأودى بحياة عدد من المدنيين. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السيسي يؤكد على خطورة ما يجرى في السودان، ويطالب الأطراف المتناحرة بتغليب لغة الحوار وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق. مصر والسعودية تدعوان لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية لمناقشة الأوضاع في السودان. قداسة البابا تودروس الثاني يترأس صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.